من تأمين الشارع. وكان ده اسمه شارع الملوك الأول. محمد علي باشا الكبير رايح السرايا، راجع من السرايا، رايح من السرايا، راجع من السرايا. الله! اللي محدش بيجي يسأل على حتة فن، على حتة شغل. هو الشارع اللي بيلمع الناس. كان الواحد لو قعد بهدومه في الأرض يقوم بيها نظيفة. اتغير الشارع مش زي زمان. قال يا نحاس، قال له نعم مولانا، قال له المزيكا دي شرطة، قال له لا دي فرقة حسب الله، قال له حسب الله باشا. ما كانش ممكن منطقة محمد علي كلها، المنطقة المجاورة للقلعة بما فيها فيما بعد شارع محمد علي، تصبح منطقة مأهولة بالسكان إلا مع فكرة استقرار السلطة. بمجرد ما محمد علي تملك السلطة في 1811 بتخلصه من بقايا المماليك، بدأ الناس يفدوا تدريجيا إلى المنطقة للسكن فيها. في 1869، وده تاريخ اختلف فيه بعض المؤرخين، أصدر الخديوي إسماعيل برمان باختطاط شارع محمد علي. أمين سامي باشا بيقول في كتابه تقويم النيل أنه صدر أمر كريم لمحافظة مصر من قبل الخديوي إسماعيل، بيقول فيه بضرورة تنفيذ الشارع من جهة العتبة الخضراء لحد جامع السلطان حسن، ومشترى وصرف أثمان الأماكن المقتضية، وكل ما يصرف يتقيد بالعهد وبالإتمام، يتحرر جدول مستوفى ببيان الأماكن المذكورة وأثمانها. في نفس اللحظة أو اللحظة التاريخية اللي كان بينشأ فيها شارع محمد علي، كان بينشأ قصر عابدين. كان موجود في ذهن الخديوي إسماعيل أن يمارس سلطته الفعلية السياسية من قصر عابدين. طيب ليه بينشئ شارع يصل تاني قلب المدينة بالقلعة؟ لأنه فكرة المواكب أو الاحتفالية كانت فكرة شديدة الأهمية في طقوس السلطة. وبالفعل شارع محمد علي كان منطقة مرور العديد من المواكب والاحتفالات. أنا أبويا عمل للملك فاروق احتفال، علق له صوان هنا وجاب له المزيكا بتاع الكتاب العسكري العيال الصغيرة، وقفوا هنا على شريط الترماي وهو لابس الجلابية الصوف والبلطو، وقف السلام الملكي ضرب سلام الملكي. وقف الموكب بتاع الملك فاروق هنا معظم بإيده لغاية ما خلص السلام ومشي. حتى القوى السياسية المختلفة حرصت على التواجد في الشارع. الشيخ حسن البنا مثلا والإخوان المسلمين لم يرغبوا في أن يتركوا هذه المنطقة للسلطة وحدها تمارس فيها وجودها. فالشيخ حسن البنا بنفسه كان دائم الصلاة في جامع قوسون، بيصلي الجمعة وبيقول خطبة الجمعة فيه. وحتى بعد ما اغتيل سنة 49 خرجت جنازة الشيخ حسن البنا من جامع قوسون في الشارع. شفت الجنازة بتاعت سعد باشا زغلول وجنازة ملك فؤاد لما دفنوه هنا، كان عالم ايه. شفت حتى الضباط الأحرار
بعد 52 كانوا حارسين محمد نجيب وعبد الناصر، كانوا حارسين ان هم يمروا مرارا وتكرارا من شارع محمد علي لاستعراض سلطة العسكر. عملنا له احتفال ما حصلش، لدرجة ان احنا وقفناه قدام القهوة هنا وجبنا له الطبل البلدي، مش المزيكا بقى النحاسية، الطبل البلدي، وقفناه هنا فضل واقف وبنضرب له السلام الجمهوري وهو عامل معظم كده هو عبد الحكيم عامر، وجلال معوض من ورا بتاع الاذاعه عمال يقول يا ليتها فرحه. استكمل هذا الجانب التاريخي والجاد، خلينا نسميه جاد مؤقتا، بإنشاء دار الكتب أو الكتب خانة الخديوية. دار الكتب معلم مهم جدا، ما يجبش ان احنا نغفله في الشارع. هذا يعني ادت للشارع بعد تاني يمكن غائب عنه بشكل عام في الحياة هنا، ادت البعد الثقافي، البعد المعرفي. فكان بيدقولها طلاب العلم وأساتذة العلم حياة أخرى مجاورة لشارع ما انفصلتش عنه. زي ما كان في هذه المباني اللي بتحمل سمة ثقافية عميقة، كان لابد من وجود رد شعبي عليها. فأنشئت دار الكتب في مواجهتها من ناحية تانية، أنشئت مقهى الكتب خان. حتى المثقفين أنفسهم لقوا نفسهم داخلين في هذا العمق الشعبي، ابتدوا يترددوا على المكان. هنا كان في فنانين كبار جدا، يمكن تناولهم توفيق الحكيم في ذكرياته، انا طبعا ما عاصرتهمش، لكن مش ممكن انسى يعني حقي. ايضا ما انساش انه هذا الشارع كان بيجي فيه حافظ ابراهيم ولطفي السيد ورامي وناس كتير جدا كانوا بيقصدوا دار الكتب. ولكن لما كانوا يعوزوا يريحوا ينزل في القهوه دي وعلى صورة باب الشارع. كان بيجي عندنا الأستاذ أحمد رامي الله يرحمه، اللي هو مؤلف أغنية أروح لمين بتاعة أم كلثوم، هنا هو تحت الراديو ده قعد كتبها وقدمها، لأن هو كان مدير دار الكتب. محمد علي عزمه ابن صانع الأعواد المشهور جميل جورج، أصله من حلب من سوريا، وكان اتعلم الصنعة دي على يد خاله، وبعدين جاء مصر. هو كان حقيقة يعني كان مسافر مع أخواته أمريكا، فلما نزل هنا القاهرة عجبته البلد، وكان الشارع ده محمد علي كان فيه أتراك هنا كتير من أيام الحرب العالمية الأولى، ضباط أتراك بيعزفوا عود، فكان بيعمل لهم أعواد ويصلح لهم الأعواد، فانبسط وأخذ دكانة في القلعة، ومع الزمن نقل مرتين ثلاثة لما جاء هنا. شارع محمد علي قريب جدا من أكثر منطقة متميزة فيما يتعلق بالفن في مصر، اللي هو وش البركة، اللي هي منطقة الأزبكية. كثير من الأمراء المماليك كانوا مستوطنين هذه المنطقة، وكانوا محيطين أنفسهم بكل مظاهر المتعة من جواري وغناء وطرب. بمضي الوقت ابتدت تظهر ما يسمى برأس العوالم، زي نعيمة الكمسرية وأنوس المصرية. كان جو عز بقى، وهنا أفراح كل ليلة، أفراح ومغنى ورأس وحفلات وكانت آخر الأسطوات العظيمات كانت زوبة كلوباتيه، كان بترقص بشمعدان وزنه 10 كيلو، ولازم ترقص من غير ما الشمع ينطفي. كمان شارع محمد علي قريب جدا من التياترو الخديوي اللي هو أصبح فيما بعد المسرح القومي، من دار الأوبرا. من بعد كده يظهر شارع عماد الدين بكل مظاهره الفنية من مسارح تياتروهات وكذا. فشارع محمد علي أصبح مورد أساسي لهذه المناطق.
مر على الشارع فنانين اصبحوا اسماء كبيره قوي في مجالها، يعني ما بيعرفوش ناس كتير مثلا انه امينه رزق وخالتها امينه محمد كانوا بيعيشوا في شارع محمد علي، وامينه محمد احترفت الرقص واصبحت راقصه مميزه جدا، وكادت امينه رزق هي كمان تحترف الرقص لولا ان هي قابلت احد الاشخاص، وكان ساعتها بيشتغل سكرتير في مسرح رمسيس عند يوسف بيك وهبي، فاختارها للعمل في التمثيل وعرفها على يوسف وهبي، فخرجت من مجال الرقص الى مجال التمثيل. وكان بيجي لنا محمد العصابجي ساكن ورانا انا عند عمر افندي، كان بيجي السنباطي في الصيف ايام فيلم وداد على بلد المحبوب وديني، كان لسه ناشئ جديد. ومحمد عبد الوهاب جاء كمان مرة هنا سنة 1926، جابوا واحد صاحبه قال له والدي اسمع محمد ده، سمعه قال له والله الأصوات بالنسبة للأصوات زمان كان لسه جديد، قال له يجي منه برضه. وأم كلثوم جت هنا مع أمها بعربية بحصان واحد بحنطور، جت تعمل عود، والدي خد مقاس ايدها عشان يعمل لها عود رقبة رفيعة على قدها، وبعدين قالت له هيجي الأصابجي يحاسبك واديله العود. شارع محمد علي ابتدى يلعب دور باعتباره الكواليس الفنية أو معمل الإنتاج الفني اللي كل ما بينجح فيه فنان بيطلع لمنطقة وش البركة أو بيطلع لشارع عماد الدين أو بيطلع لشارع كلوتبي أو بيطلع حتى للسينما المصرية. كنت بغني وأنا عندي 14 سنة، كنا بنغني في طنطا، وبعد ما جينا غنينا في طنطا رحنا اسكندرية شوية، وبعد كده قال لك لا ده أنتوا تروحوا مصر عشان تشهروا في مصر. شارع محمد علي ده قاعد في اسكندرية، فشل إذاعة اسكندرية، روحوا مصر إيه؟ اطلعوا بس في الأفلام، ما كانش فيه تلفزيون. ده الكلام ده كان في سنة 58. فجينا على شارع محمد علي لقينا شارع جميل كده اياميه بقى، البلد فاضيه او شارع فاضي وفوش اللي احنا شايفينه دلوقتي، شارع كده فيه عربيه فيه عربيتين، وكانوا المشهورين زي محمود شكوكو زي شفيق جلال زي محمد رشدي، وكان في هنكش الحاج هنكش الله سلام كبير مش خميس بقى دول ولاده، نقعد ياخدنا في الافراح فرح نروح الفرح ده فرح ناس مستنيه فرح مستنيه فرقه. فرقه جايه من شارع محمد علي، يا محمد علي جاي فرقه من محمد علي، فرقه داخله. كان هو من غير الزباين ما تقول كان يحط الاستاذ محمود شكوكو مع الفرقه بتاعت شارع محمد علي ديت، كان يحط الاستاذ شفيق جلال. كنا نيجي هنا في المحل ده بالليل بقى الساعه 4 والساعه 5، يقول لي دي فلوس فلان ودي فلوس سمير ودي فلوس سيد ودي فلوس، فامسكهم ايه احط كده ايه 3 جنيه اطبقهم هنا و3 جنيه اطبقهم هنا وكده، واحط الفلوس في صوابعي واخرج لهم بره. استاذ سمير سرور، ايوه يا عم خميس، اقول له بابا بيقول لك، يقول له قول له اشغالين دايما. فادي لعم سعد ابو شيف يقول لي اشغالين دايما. كان في قهوه بعد مننا اسمها قهوه حلاوتهم، دي كانوا بيسهروا عليها الفنانين اللي احنا قاعدين فيها دي، اسمها قهوه طول الصباح، كانت صاحبتها اسمها الحاجه حلاوتهم، حاجه زي القمر كده الله يرحمها، تقريبا ولادها اللي ماسكين دلوقتي او ولادها، وكانت تقعد هي وتحس انها فنانه. وقهوة تانية قدام منها قفلت دلوقتي فتحت مابوليا، برضو كانوا بيسهروا عليها الفنانين، هم القهوتين دول. في قهوة اسمها قهوة التجارة قبل اسم المسكي بشوية، دي تهدد قهوة التجارة ديت، واخدين شقة أفراح لوحدهم، أفراح وحفلات ونوادي وإذاعة وخلاص، دول كلهم نجوم ستار، شكوك على كريم محمود على فايد محمد فايد على اسمه أستاذ إبراهيم حمودة على شفيق جلال على 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 كل دول، وكان بيجي ياخدهم متعايدين زي قرابي، ومتعايد زي اسمه الجمل الله يرحمه ربنا يرحمهم الاثنين، فكان بيجوا ياخدوا يعملوا الحفلات ديت. وكان شارع محمد علي المنطقة الشعبية بتاعت الأفراح الشعبي
والافراح اللي في الاسطح والافراح اللي مش عارف ايه، كان زي انك قهوه حلاوتهم او طيور الصباح. التلات قهوه دول كانوا بيقعدوا عليهم الفنانين، احنا كنا نطردهم من هنا لان كانت معاملتهم وحشه، ما كناش بنقعد. يا مايسترو يا حسب الله السابع عشر. مش ممكن يا اسطى، انا مهما كبرت مش هكبر عليك ولا هنسى افضلكوا كلكوا علي، ولا السنين الطويله اللي شقيتوا فيها علشان تعلموني ازاي عبد الواحد كان بياكل طقه واحده في اليوم علشان يوفر، ولا ست سنيه اللي بطلت تاخد ايجار الدكان من يوم ما رحت المعهد، وازاي كلكوا كنت بتلفوا على القهاوي والدكاكين تلموا نقوط. انا اصلا اسكندرانيه من اسكندريه، حبيت الغنى بقى وكده، فطبعا لما بسمع على شارع محمد علي قلت ايه يعني زي عبد الحليم كده في الفيلم لما راح والشهر من محمد علي، تخيلت كده يعني. طبعا عارفه كمان برضو ان ايه في قهوه بيقعدوا عليها الفنانين وكده، بقيت اقعد ايه على اساس ايه حد مثلا يشوفني يسمعني يعني يشدني معاه وكده هوت. فتعرفت بالاستاذ اشرف، فطبعا عرف طبعا حكايتي، لان انا كنت طبعا قاعده شكلي متضايق وعلى القهوه وكده، لان ما فيش ومحدش مثلا قال لي حاجه، وفلوس اللي كانت معايا كانت قربت تخلص. قال لي انت شكلك بنت ناس، ما ينفعش تبقي كده على طول، انت تيجي تعيشي وسط ولادي، انا عندي بنات ما تخافيش ما فيش صبيان، وانا بيني وبينك ارتحت لهم وحبيتهم، فايه قعدت معاهم بقى خلاص. حتى يعني بالنسبه مثلا للغنى اما بيبقى في شغل مع ابويا بروح، ما فيش اديني ببقى على الباترينا، بس يعني هو كان من ضمن احلامي يعني ان انا ايه في يوم من الايام ممكن ايه اوصل وابقى كده. بس الواحد اتصدم بالواقع، بس برضو بغني، حتى لو بغني برضو ممكن اغني لنفسي، اغني لحبايبي لاصحابي، اتعزم في فرح اغني فيه، ابويا بياخدني معاه شغل برضو بغني، ما ببطلش غنى. انا مش راح انسى الحب، لسه الحب باقي. الفن النهارده اتمسح خلاص، النهارده ايه مشهورين بالمبوليه بس، وفي اول الشارع بتوع المحمول بس، غير كده مفيش. كل واحد ياخد لي مكان تحت ركن سلم ويقول لك ده انا عندي ورش، ده يقول انا عندي مكان، ده يقول انا عندي مكان. فين المكان؟ المكان دوت الاساس اللي هو الصناعيه اللي فيه الناس اللي بتتعب، الناس اللي بتشقى عشان خاطر تعيش. ميت النار. احنا دلوقتي الصنعه بتتقدم وبترجع لورا. كان زمان الصنايع من دول يمشي في الشارع معروف ان دوت بتاع زنجوغراف، ليه؟ بنطلونه مهري من ميت النار، واللي بقى بالخشب في رجله. مش دلوقتي قاعدين زي مساعد اجز خانجي، العيل من دول زي ما بيجي من بيتهم نضيف وبيروح نضيف. انما كان زمان المسخ على ايدينا ومطرح الحبر ومطرح ده ومطرح ده والبهدله، ماشي ان دوت معروف ده بتاع زنجوغراف طالما في شارع محمد علي. كان في الشارع هنا في الاول، انا اذكر وانا كنت طفل كان في مطبعه اسمها مطبعه الاسلام، كان بتطلع مجله انا اتعلمت فيها في اسكندريه، كان والدي بيجيبها بتعريفها دي، يمكن دي اللي حببتني في الادب. اول ما قريت قصه الاسراء والمعراج، رحله خرافيه، رحله الاسراء ورحله المعراج، قريتها في المجله دي، فانا كنت حريص. كان يقولوا مطبعه الاسلام شارع محمد علي، اول ما جيت القاهره في اول زياره حرصت على اني اجي شارع محمد علي واشوف المطبعه دي. شارع محمد علي مش بس على فكره كان مصنع أو معمل لإنتاج الفنانين، ده كان معمل لإنتاج كل شيء. الشيخ علي يوسف يجد مقر للجريدة، مقر بسيط وفقير يقدر يدفع ثمنه لجريدة المؤيد في شارع محمد علي، فتنتشر بسرعة معامل وورش الزنكوغراف اللي هي التجهيز
لطباعة الجرائد وفيما بعد يبقى الكروت وكل ما يتعلق بالطباعة. شارع محمد علي يلعب هذا الدور. طيب بعد كده ورش الخشب، يعني نقدر نقول إن شارع محمد علي أصبح البطن الولادة لكل أنواع الفنون والحرف في القاهرة. كان شارع محمد علي كان وراء اسم عبد الضربات شركة كوم، كان الأول أيام عاكف كان لامم، خد بالك الفتاح بتاعة العالم اللي هو عائلة عاكف، الرماح، فاروق راشد، محمد الراشد، سيد ياسين، منير ياسين. منير ياسين ده كان بيعمل نمرة من المعجزة. منير ياسين ده محمد علي، منير ياسين ده أخو سيد ياسين، كان عنده كورة ويلف بالتمسكله جوه الكوره، خد بالك، ويلف يلف كده ويلف كده جوه الكوره. وعندك حسين عاكف من جمال العالم، هو والباشا ومحمد فوزي وكزم كده كان قصير كده اسمه التميم برضو، كانت كل دول طالعين من محمد علي. عصابنا ده كان في الجيش، وجاء محمد علي سنة 60 أنا حضرته، فتح دكانة، وكان فينا في محمد علي كان فيه كذا دكات مزيكا، البكري والحاج أحمد حليم، وكان فيه رمضان فهم وحسنين. أصبح عصابنا ده إيه المزيكا اسمها مزيكا بندر، هو النائب اسمه إيه محمد علي عصابنا. المزيكا دي كانت 24 نفر، وطلع عند الملوك وعند البهوات وطلع عند العائلات. مزيكا عصابنا دي الفاكهة. حسب الله كان عنده بيت بقى وعمل عالم بالقصب، وجاب دهب زرار دهب ليه هو، لأن كل زرار المزيكية كان صفر. لا 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 الملك عطاله عشان الزنب البهوية. لا لا طول بالك ما لبيته بالحكاية بدي من هجعة في البطاقة ده عيب. أبحش هو راجل محترم كويس، هو راجل محترم وزوء حسب الله نضيف. أنا قبل منه بعشر سنة، أنا بقالي 50 سنة في شارع محمد علي. كان لك وقت 100 سنة. كان عنده بيت باعه، عمل علم بالقصب وزرار ذهب عشان الشهرة، ودخل بال 36 فرد في ميدان عابدين. الملك فاروق قام من على العرش بتاعه بيبص على عيد ميلاده، بص لقى ايه مزيكا ذهب وبيتهب وزبلايط وعلم بالقصب مكتوب عليه جلاله الملك وبتاعه. قال يا نحاس، قال له نعم مولانا، قال له المزيكا دي شرطه، قال له دي فرقه حسب الله، قال له حسب الله باشا كلام الملوك لا يرى. مشيت الباشا. كل عصر بعد مضيه بيتأسطر بيتحول أسطورة، وفي كل مكان الناس بتحول المكان اللي هي عايشة فيه الأسطورة. شارع محمد علي تحول إلى أسطورة بالفعل، هو يستحق أنه يتحول إلى أسطورة، وأسطورة شارع محمد علي بيعيش عليها الناس لغاية دلوقتي، بيعيشوا على اللحظة اللي كانت زوبك كلوباتية بتنور الشارع وهي بترقص. الشارع كان كله زغاريت يوميا. فرقة حسب الله تحولت إلى أسطورة بعد ما كانت في فرقة السواري الملكية والملابس وكذا تدهور بها الحال، فعليها أن هي تحافظ على هذا الشكل الخارجي للأسطورة. ما
مهما عملوا هيفضل شارع محمد علي زي ما هو. في برضك ناس بتبيع الالات الموسيقيه اللي هنا، وفي الصنعه وفيها الزنجوغراف، هتفضل هي هي، مش هيتغير. لو غيروا اسم الشارع سموه شارع اي حد تاني هيسال فين شارع كذا مش هيعرفه، انما لما اقول فين شارع محمد علي هقول له.